يا شيخ انا قد مريت مره من عند حلال وعطاني الراعي دون علم صاحب الحلال لبن، فهل يحمي علي شيء؟ هل اسمه ولا ما علي شيء؟ لا لا باس بذلك يا اخي، لا باس بذلك. انا خفت على السمع ان ما دون علم صاحب الحلال من طيب. راعي اعطاني جوابك الشيخ هذا يتسامح فيه، هذا يتسامح فيه لا باس. الحمد لله، احسن الله اليكم.